الله نحريستي جناها كورابية ماير كدق مدى حريرة دا بكر حسن قوليد عيا كوكير يودي داد حوقان وقادي قاري وصارنا وفتيق وحا وقامين اي وسير كدل يرد اي عيارها سمال لان عبد الرساق وابري روبلي تلفيشك عالميقا استار وحا قود ويته هوتيل سفاري كلها اللي وسير كحيقين دا وسارة دها دل يرد اي عيارها اي عافمات كعبد الرشيد اسماعيل كاهن اي حسن طاهر دنبيل وعاني وسير كحيقين دا وغوري تعسو ديريري هلكي يقرابدي وكبحي ماير كدقمة حريرة سيدو كلي وحاي كور رمين حالة وهدى كسوغا يهي وزير كدل يرد يعيارها عبد الرساق وابري روبلي وحاد عضي لعضان نحضين لأيا دعضي وزير كي دل يرد يعيارها عبد الرساق وابري روبلي و كجرة حول قران كجرة ونبحي هوشان كار بحنتا و حريرة ديو إلا سيل عيادين عاو سعودي أيا غاريجي داد قاضي غاريجي سي انتي كالي غاريجا سارناي دوي بدبادين هدو نغن لها وزيركا و آن رنتي وحدها وعان قبين ونمر دويد لحريري يو درول كي سي يو أسكري كي سي و إساق وحيرو داو عفودو دو فيارة هكايرا عبان ايا حساها تي يسونا اس ادس كغفيعن وحسه تي سي اي غشاي الله ان حريسته ابو بكر او اه ماير ميركي اما غدوميه دغمد حريرت الله ان حريسته مرحوم كاسي وحن لين هي صبر يا ايمان ضمان اهلكي سي قرابديسا صبر يا ايمان الله كسيو يا قران كسومالي لان ee uu ka baxayba dhacdada na waxay ka dhacday meesha boon meel u dhow oo boon ha tagin la yidhaahdo doox yar oo halka ku yaala ayaa qaaday gaariga alxamdulillaah intii kale way badbaadeen hasa ahaatee aad iyo aad waxaan uga xunnahay marxuumkaas ku dhintay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan ka saxdisaynayaa أنا جمهورية الصومالي لان قرابتي أهلكي وكل جوجا دافع دريدا جيبوتي إثيوبيا يوروب يو معايا إشيفا كريدا كنت من ولاد كنا لون حرسية قدومي يدك من حريرة ومعي عيسى الأورنجي يا بكر حسن قوليد سماتر الله ونحرسته وأنا شل بحالك هكذا دعي ضاد باغاضي مالو دو ولحيس حريرة دي يقول جيد iyo ka yimid dhinaca xeebta oo isla socdaan wasiirkii wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada ciyaaraha isagu way badbaadeen waxay maalintii sii noqotay inuu muxuu ahaa Abubakar Allaah naxariiste waxaa nin qaaliya waxaa nin runtii Soomaaliland marnaa dhinac uga bixin waxaa nin aad u dadaal badan laakiin noolaan kulliba waarayn dadka muddooyinka u dambeeyay nafanool galaafanayay way badnaayeen ilaa haddana ma jirto wax qorsha ah oo arrintaasi laga yeeshay Battery Kosar Maxamuud Television Star Hargeysa.